يوم من الأيام نادى منادى النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة في وقت غير وقت الصلاة. ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عايز الصحابة في موضوع مهم جدا. وبالفعل اجتمع الصحابة من الرجال والنساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة جلس على المنبر وبدأ يضحك وقال: والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لكن جمعتكم لأن تميم الداري كان نصرانيا ثم جاءني وبايع وأسلم. حدثني حديث وافق الذي كنت أحدثكم عنه، وهو عن المسيح الدجال. المسيح الدجال، المسيح الدجال. مين بقى تميم الداري؟ وهل فعلا تقابل مع المسيح الدجال؟ وإيه هو شكل المسيح الدجال الحقيقي غير اللي الناس معتقداه أو فاكراه؟ وإيه السر اللي قاله المسيح الدجال لتميم الداري؟ تميم الداري كان شخص نصراني. في يوم من الأيام ركب سفينة بحرية مع 30 رجل من لخم وجذام. المهم صادفهم إن البحر كان هايل، فالموج لعب بيهم حوالي شهر، مش عارفين هم رايحين فين ولا جايين منين. تاهوا في قلب البحر بسبب إن الموج كان عالي جدا، إلى أن رست السفينة أخيرا على جزيرة. نزل تميم الداري والتلاتين رجل اللي معاه. أول ما نزلوا لقوا دابة هلب كثيرة الشعر لا يعلمون قبلها من دبرها، مش عارفين وشها من ظهرها. طبعا شكلها كان غريب بالنسبة لهم، فأول ما شافوها كده قالوا لها: ويلك ما أنت؟ يعني سؤال مش منتظرين منه إجابة، هم بيسألوا سؤال تعجب يعني. لكن المفارقة إن الدابة دي ردت عليهم: أنا الجساسة. طبعا هم اتخضوا، يعني دبة بتتكلم، وما الجساسة؟ قالت لهم: روحوا للدير اللي هناك، ده في رجل هيخبركم عن أمري. طبعا هم افتكروا ان الدبة دي شيطان متمثل يعني في صورة دبة، فهربوا وراحوا الدير. الجساسة او الدبة دي هتخرج في نهاية الزمان، وهي من علامات يوم القيامة. المهم جريوا على الدير ده ودخلوا، فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط، جدود وساقه مجموعة يداه إلى عنقه، كبل ما بين ركبتيه إلى كعبيه. قلنا: ويحك، ما أنت؟ شكل طبعا إنسان، لكنه أعظم إنسان شافوه في حياتهم. فنظر ليهم وقال لهم: قد قدرتم على خبر، يعني أنتوا شايفيني أو شايفين خبري، لكن من أنتم؟ قلوا: إحنا أناس من العرب لعب بينا البحر مش عارف شهر، والموج هاج بينا، ورسينا على الجزيرة دي وقابلنا الدبة وقالت لنا إن إحنا نيجي نخش الدير ده، انت هتعرفنا ايه الحكايه. ما اهتمش بقى بكل الكلام اللي حكوه ده، لانه كان في حاجه معينه هو عايز يعرفها. هو كان عايز يعرف هو في انهي حقبه زمنيه، انهي فتره، فبالتالي هيبدا يسالهم حبه اسئله، ومن خلال الاجابه هيرد عليهم ويعرفهم سر عظيم. واول سؤال ساله: خبروني عن نخل بيسان. قالوا له: عن اي شيء تستخبر؟ اسالكم عن نخلها، هل ما زال يثمر؟ قالوا له: اه بيثمر. لهم: يوشك وقال لا يثمر. خبروني عن بحيرة طبرية، اي شيء تستخبر؟ هل ما زال بها ماء؟ قالوا له: نعم يوشك وقال لا يصبح بها ماء. خبروني عن عين زغر، اي شيء تستخبر؟ برضو هل بها ماء؟ قالوا له: اه. لهم: يوشك ان يجف ماؤها. اخبروني عن نبي الاميين، ماذا فعل؟ جرى من مكة الى يثرب. لهم: اقاتله العرب؟ قال له: اه، ولكن بعد كده أطاعوه. لهم: أولى لهم أن يطيعوه. بص بقى اللي جاية دي: أما أنا فأنا المسيح الدجال، ويوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج، فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا وهبطتها 40 يوما، إلا مكة وطيبة. طيبة هي يثرب أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما أردت الدخول وقفت الملائكة ومنعوني. الحديث ده راوته فاطمة بنت قيس، موجودة في المسجد وقت ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. الحديث ده صحيح 100%. قصة المسيح الدجال قصة لا شك فيها وأكيدة 100%، بس بتختلف على فكرة إن هي لم تذكر في القرآن، لكنها ذكرت في أحاديث نبوية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قصة تميم الداري اللي رواها النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديث عن صحابي، دايما الصحابة هي بتروي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول مرة يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة عن صحابي. وأكيد مش هيحكيها إلا وإذا كانت قصة صحيحة، وأكيد لو القصة دي مش حقيقية ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قالها وحكاها للصحابة. ساش إنك تعمل لنا فولو وسبسكرايب للقناة
على اليوتيوب.